خدموا في بيروت تقطع عادي، وقالوا خميس غادي يبداو فهمتي، ولكن ديك البديه ديال الخميس عاوتاني النص في الكار عاوتاني ما مسلكاش كيران، لا ما مسلكاش وتا المواطن ما يقدرش عاوتاني على هذاك الطريف اللي غادي يزيدوا عليه، مع الا زادوا عليها 25% ما يقدش عليها البواياجور، هادشي اللي غيكون. لا بدا عيط طلبوا، واش دابا الكار دابا راه مشى بنادم ما يخدم على المازوط تعقيم، وخص اي واحد خصو يرد البال لاي واحد، بحال دابا طلعتي من الباب القدامي خصك تنزلي من الباب اللوراني، ما ترجعيش عاوتاني من الباب القدامي فهمتي، كملي المشيه ديالك، هذا هو المشكل. دابا اي واحد دابا خصو يحضي راسو البويازور، قولي كاين الكار اللي تيجي 50 بلاصه 52 بلاصه، كاين اللي 53 بلاصه، كاين اللي 54 بلاصه، داكشي على حساب الكار، هز النص قولي 25 بلاصه. دابا حيت غيريح ما يريحش عداه، غيريح بعيد عليه، غيريح في جوج بلايص بوحدو فهمتي، هذا هو الفرق. الضرر كاين، الضرر كاين، لا بدا الضرر كاين للمواطن والفوايا، كلشي كلشي مضرور. لا بدا، لا بدا الزياده، الزياده غادي تجي في مواطن، مواطن تاهو مسكين راه واكل العصا، واقول ليه طالعين دابا في 4 شهور والو ما كاين لا ريال لا جوج، واقول ليه 1000 درهم في 1000 درهم هذا هو الدال. لا ماشي ديال لاشينيس، لا ماشي ديال رامي، ديال عاديه طبنه ماشي عينه طبنه. انا الخميس كاع الا بدات كاع، الا بدات كاع نهار الخميس غادي يكون ما يكون والو، الناس واخا كاع كلشي غيبغى يسافر، كاينين شي مدن مسدودين، والمهم داك الاتجاه ديال الشمال كامل يمكن مسدود، وراه هذيك هي كاينه خدمه عندك مراكش فاس مكناس، فاس محلوله ومن دوزي دوزي على الرباط، الشمال كاين شويه فيه الخدمه شويه، عاوتاني الا كان الشمال مسدود راه ما كاين والو، وماشي طالع لنا الدم، راه عينا بالبروك طبنا بالراحه. حنا الصحراء، ولكن خص بنادم يتساعد مع بنادم، خصهم يساعدوا الناس، يساعدوا الناس، يساعدوا الناس، الناس راه مهلوكه. انا كورتي اختي تنقطع الكيران بنجديه بيرو 25، وعندي وكاله ديال جوج ديال النقل، هاد الناس انسحبوا من النقل، هادو اللي كنت خدام معاهم كانت عندي وكاله في من 2010، هذوك الناس باعوا في فرقه ديال كريمه، بقيت هنا تنخدم مع الدراري بيرو 25 اكادير مع شيهاتور مع البلايص فيما كانوا تنديهم، حنا عارفين واد الحرفه 34 سنه اختي وانا في هذه الحرفه. ها اللي ربحنا اللي شاطنا حنا في الترونسبور هادي على السوي ضاربين على السوي، جايبه ندير الدجاجه ها دخلت لي في بيرو 25 في 2000، هادي لا تغطيه صحيه لا والو اختي، خرجت يعني عند بابا بريد دواء الجرح، رجعت لبلاصتي خدام تنقطع اي كار تنقطع عليه، عندي الكارنيات عندي الوكاله عندي كلشي، فيها فيها ما فيها ماشي فيها الناس مزيانين فيها الناس خايبين، كاين الناس اللي خدامين على ولادهم على وليداتهم وعلى، وكاينين شي معقولين ها داك الشيء اللي كاين. النصيحه يجي للبيرو المكتب، مهما دايرين الشباك يجي للمكتب البيرو ياخذ الساعه اللي بغى ولا الكار اللي تيبغي هو تيمشي فيه غيقطعوا ليه فيه، ما يمشيش عند كورتي تم واقف في الطوموبيله في الطاكسي اجي ندخلو لداخل يهز لي الباكاج، ومول هذيك اللي تقطع ورقه يعطيه 10 دراهم ديالو القهوه ديالو ويمشي يطلع عند الباك، عند الناس اللي هز معاهم ارو دورو معايا تيولي الشب الشتم بعد خطره شي غالب الله قرقب هو ما على بالوش تيولي يسب في عباد الله. القوانين ديالو الشباك راه دايرين 31 بيرو، نهار اللي جاو نهار اللي جينا بنجين لقينا البيروات راه الفيشات باقيين عندنا ديال الكوميساريه ديال هادو كاع اللي طلعوا من بنجيه، الفيشات ديالهم كلهم اختي كاينين هنا. اللي تنصي الناس القدام ما راه عندهم وليدات وعندهم طريطات داخلين لهذا الشيء ديال السكن، داخلين المصير ديالهم شنو هو اختي، ما عندهم ما الاثمنه لصالحنا، يعلقوا الاثمنه اي مواطن يجي يشوف الثمن والديبار اللي بغى، والكار اذا كان تيبغي شي كار هو نيت كاين السوايع البيرو ديما عند يعطيك الساعه وتكتبها لك في ورقه، الورقه فيها التذكيره فيها الوقت ديالها وفيها لاضات فيها كل شيء اختي. الاثمنه ما غاديش نعرفوا كيفاش، جالسين حنا ثلاث شهور اختي لا والو لا ريال لا جد ريال، دير انا رميد عندي رميد تستافد من الاولى وتستافد من الثانيه، عندي وليدات عندي الدري ولدي راه عنده 34 سنه وانا تنجري، عندي الوالده مريحه معايا في الدار مراه كبيره عزوز، قالوا نهار الاربعاء في 12 الليل الاستعدادات جينا للمحطه، جينا اليمات الاولى ما لقينا حتى خبر، ملي قالوا هذا الخبر نهار الاربعاء في 12 الليل جيت انا للمحطه،
جيت نشوف البلاصه ديالي فين غنخدم فين 50% راه داكشي اللي مصالحين عليه الدوله. انا تفادي بزاف ديال الحوايج يعقموا الكيران من اللي غيبداو قبل ما يطلع عليهم بنادم خصهم يتعقموا ضروري يتعقموا. راه 3 شهور الكيران في الكراجات سادين عليهم ضروري ما غادي يتحرك الكارت خصو يتعقم وخصو يداروا لي المسائل الضروريات اللي دايرين الناس كاملين. اذا كانت النص غيديو 5 كار فيه 60 بلاصه غيدي 30 عنده ضرر مول الكار عنده ضرر ضروري غادي يزيد خصو باش يشيط مازوط ويزيط المسائل ديالو وفلوس خدامه اللي خدامين الى غيدي الكار وغي عنده ضرر فيه راه ما غاديش يقدر يحركو. الا اتفقوا عليه الباترونات راه عارفين الناس الحريفيه عارفينهم كانوا معاهم بنجيه وكاينين الناس ما جاوش كاع مع بنجيه وكاينين الناس مقيين عندهم اسر عندهم عائله ديالهم ما طالبين تما والو يخدموا يديروا التنظيم اللي بغا يديروا هما مرحبا به اللي بغاو يديروها حنا على الراس والعين. الا غيخدم بجديه ولا غيخدم راه كاين المراقبات كاين الامن هنا صارين على هادشي 24 سير 24 الكوميساري الدائره تخدم وتعرفوا تا هما الناس اللي قدام هنا وتعرفوا الناس اللي فيهم تلاعب.